استاذ رضا حجازي، انا عايز دكتور رضا حجازي عايز اعرف من حضرتك الى اي درجه حضرتك راضي عن العمليه التعليميه في مصر. اولا مفيش اي بلد بترضى عن التعليم بتاعها، كل حتى البلاد المتقدمه هي بتبقى غير راضيه عن التعليم، حتى امريكا نفسها تقول لك جون كان نوت ريد. والجوده بتطلب جوده، تحقق جوده تؤدي الى مزيد من الجوده وتبقى محتاج جوده اكثر. طبعا انا بتمنى ان اولادنا يطلعوا يبقوا فعلا عندهم نمو شامل زي ما قلت في الكلمه، عارفين قادرين ان هم يعبروا عن نفسهم، يتواصلوا مع الاخرين، يفكروا، يبحثوا، يواصلوا التعلم. ده جزء الحقيقه اللي بتمنى ان هو يبقى موجود. بتمنى ايضا ان المدرسه تبقى جذابه والطفل رايح مستمتع وبيمارس الانشطه وعنده نمو شامل زي ما احنا عايزين. ازاي حضرتك يبقى عندنا كل هذه الانواع المختلفه من التعليم؟ احنا عندنا تعليم مجاني، وعندنا تعليم شبه مجاني، وعندنا تعليم خاص، وعندنا تعليم دولي، وعندنا مدارس انجليزيه ومدارس فرنسيه ومدارس المانيه، وعندنا ما فيش تعليم اصلا. يعني اللخبطه دي في العمليه التعليميه في مصر هتطلعني في الاخر اجيال مشوهه. انت ازاي حضرتك راضي عن الكلام ده؟ هو انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. اتفضل. التنوع، لو من اجل التنوع فهذا امر زي ما انت بتقول كده، لكن لو التنوع في اطار التكامل فهذا امر صحي تماما. كل الانظمه اللي حضرتك تفضلت بيها لا، هي لها نظام، لها اعتماد، مراجعه مناهج، فلا مش زي ما حضرتك بتقول، لا في تنوع في اطار التكامل. يا دكتور احنا في الاخر بيطلع عندنا جيل في ولاد بيعرفوا انجليزي، في ولاد ما بيعرفوش ولا كلمه انجليزي، في ولاد بيطلعوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا، ودول ما بيعرفوش يطلعوا يقروا ويكتبوا، مع ان دول نفس الجيل نفس السن، بس ده في مدرسه وده في مدرسه ثانيه. يعني احنا لما نجيب ولدين، ولد من مدرسه انترناشونال مدرسه دوليه، وولد من مدرسه حكوميه مصريه، شتان الفارق بين الاثنين، ده مصري وده مصري. بص يا حبيبي، اولا انا عايز اسالك بس سؤال، انت ليه متعصب؟ انا متعصب علشان افسد وافشل حاجه في مصر هي التعليم. ده سر تاخرنا وتخلفنا هو التعليم. قدامك وتقول لي افسد حاجه هو التعليم، يبقى انا هرد عليك اقول لك ايه؟ يعني انا بس عايز حضرتك تطمن حتى الناس اللي بتشوف الفيديو يعني؟ دوت ان التعليم في مصر هو اسوأ ما يوجد فيه على هذه الارض. مين اللي قال كده؟ انا حضرتك نتاج التعليم في مصر. انت متخرج منين؟ انا حضرتك اداب فرنسية جامعه الزقازيق، وما نفعنيش في حياتي غير لما خدت ماجستير من معهد صحافه السوربون. ما انت زي الفل اهو. تمام. انا لو كلمت حضرتك عن تجربتي في التعليم المصري، لو كملت حضرتك عن تجربتي في التعليم المصري واللي شفته من دكاتره الجامعه والاساتذه المصريين في عمليات بيع الكتب والشتات والدروس الخصوصيه والامتحانات اللي كانت بتتسرب، كل دي مهازل في التعليم. سيد الفاضل، في مدرسين. اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. مفيش نقاط مضيئه؟ انا طب حضرتك عرفني ايه النقاط يعني المضيئه. انا اسالك انت سؤال، هل انت ما عندكش فكره عن النقاط المضيئه في التعليم في مصر؟ انا موافقك ان احنا غير راضيين عن التعليم، تمام، لكن هل مفيش نقاط مضيئه؟ لولا ان في بعض المراكز الخاصه الدوليه اللي بتدرس لغات وبتدرس كمبيوتر وبتدرس سوفت وير، لا كان طلع عندي اجيال من الجهل. الكلام ده صحيح خالص، الكلام ده غير صحيح. طب ايه هو الكلام الصحيح حضرتك؟ في نماذج عندنا موجوده وانا قلتها، اهلا بيك في اي وقت وانا اوريها.